فيها يا بنتي؟ ما بالراحه، انت بتاكلي في اخر زادك. انت جايبينها عشان تتفرجي على عين الناس؟ لا، بقول لك ايه، الاول شرط اخره نور. شرط ايه ونور؟ ايه في اللي انت عاملاه ده؟ لا معلش، انا بحب ابقى على طبيعتي، لا اتجمل. وبعدين انت لازم تحبني زي ما انا. وبعدين خلي بالك، يعني احنا مش اصلا متعرفين على بعض، فقعد بقى ضايق في بقي وامسح بالمنزل واعمل كده وانا باكل. انت لازم تحبني زي ما انا. وانا اللي كبرنا على كده ان شاء الله. لا، ما هو مفيش مفر ومفيش اختيارات، من الاخر كده. انا قلت لك قبل كده مش هحل. يعني انا كده لبست؟ وعشان بقى اللبسه تكمل للاخر، خد البق ده. رجي، انا حكيت لماما عليك، ومن ساعه ما حكيت لها عنك وهي هتموت وتشوفك. ماما ايه يا بنتي، انت مجنونه؟ احنا عارفين بعض بقالنا اسبوعين، احنا لحقنا. وهم اسبوعين دول شويه ايه؟ محتاج 6 سنين عقبال ما تتعرف عليا وبعد كده تروح تقابل ماما. اسمعيني يا ليلي، انا واخدك على قد عقلك عشان عارفك مجنونه ودماغك طاقه، لحد ما اشوف اخرتها ايه معاكي. اخرتها كل خير يا حبيبي ان شاء الله. سيبيني اكمل للاخر. اتفضل. انا ما اعرفش ان كنت هقدر اعمل كده دلوقتي ولا لا. ما هو اكيد ما تعرفش لانك ما حاولتش، وعشان تعرف اذا كنت هتقدر تعمل كده ولا لا لازم تجرب. واجرب ليه وانا مش ضامن؟ لا، ما فيش حاجه في الدنيا زي مجنونه يا رجلي. مالك؟ بقول لك ايه، ان شكلك كده حنيت لايام زمان، ايام كنت بتحب تلعب على المضمون وبس. يا بنت الناس، انا مش عايز اظلمك معايا، انا راجل حياتي بايظه ومش عارف اللي جاي فيها ايه. يا عم انا عايزه اتظلم؟ وبعدين انا كنت اشتكيت لك، لما ابقى اشتكي لك يبقى اتكلم. وبعدين انت مش لسه قايل لي صحيح ان في شغلانه جايه لك في شركه سياحه؟ لسه هنشوف. ايوه ماشي، معنى ان احنا لسه هنشوف، يعني في سكه اوريدي مفتوحه، وان شاء الله ربنا يكمل لك على خير وتدخل السكه وربنا يوفقك وتوصل لاخرها، وانا ابقى جنبك برضه ماسكه في ديلك. انا من الاخر كده قلتها لك، ما لقيتش الامان غير لما بصيت في عينيك. وبعدين حد يبص في العينين الحلوه دي ويرجع في كلامه؟ ايه ده، في ايه؟ ايدك مليانه زيت.